بسم الله الرحمن الرحيم. تأملات صدى الرجوع. نجلس باستقامة العمود الفقري، رخي الكتاف، ذراعين، كفين للأعلى، مرتاحين بوضعية جلوس مريحة. نشعر بوجودنا المادي بعنصر الأرض، نثبت جذورنا بالأرض، نحس إنه نحن مالكين الأرض الآن. موجود عنصر التراب بداخلنا، نحن واحد معه. منحس بالبيئة المحيطة، شهيق، زفير. نشعر الآن بعنصر الماء بداخل أجسامنا، نشعر بوجود الماء بداخل الأرض، بالسحاب في كل خلية من خلايانا موجود أيضا عنصر الماء. نحس حالنا نحن والماء واحد. شهيق، زفير. منحس بوجود عنصر النار في كل خلية من خلايانا، في طاقة، نار على شكل الطاقة، نار بداخل الأرض، بداخل كل ذرة، في السماء، نحس حالنا واحد مع عنصر النار. كل شيء موجود بداخلنا موجود أيضا بخارج ذاتنا. شهيق، زفير. نحس بعنصر الهواء حوالينا بكل مكان، مغمورين بالهواء، نمتلك عنصر الهواء، ناخذ شهيق ونحبس النفس قليلا، زفير. هو بداخلنا وخارجنا. نشعر الآن بعنصر الأثير، كيف
فإنه يتغلغل بأجسامنا المادية ويخرج منها لفضاء الوجود. نحن في الأثير والأثير فينا، الفضاء في كل مكان، في كل ذرة، تجاويف في داخل الأرض وفي كل مكان. الأثير يغمر كل الوجود، كل العوالم، كل الطبقات. الأثير له علاقة مع عنصر الفكر فينا، مع الفكر. فكرنا متوسع بكل الوجود. نستملك عنصر الأثير، نتسيد على أفكارنا، مندوزن هاي العناصر الخمسة اللي هي ممثول للحدود الكوني فينا. نستقبل رسائل السماء. شهيق. زفير. نرتفع بوعينا لنتناغم مع العقل الكوني. عناصر طبيعية خمسة، ممثولات لحدود جوهرية تخلق هذه الطبيعة وتتواجد في أجسادنا. نشعر بمقامات الحدود فينا، لتعمل مركبتنا من خلال طاقة العناصر الخمسة وترتفع لفضاءات العلا، تتسع بواسطة الفكر لتستلهم رسائل العقل الكوني. النفس فينا مركبة مركبة من عناصر الوجود فيها منثول الشهيق والزفير، طبعين موجب وسالب، من خلال تفاعل الضدين أو القطبين تقفز النفس بنا عبر نور يغذي الفكر، يتوسع ليلامس إلهامات العقل الكلي. الفكر يخلق الجسد المادي
والروابط وعالم المحيط والعقل الكوني يخلق الأكوان بكل الطبقات، كما في الأعلى هنا في الأسفل. العقل الشامل يخلق الجسد الكوني والفكر البشري يخلق الجسد المادي وواقع الحياة. ناخذ شهيق نشحن قلينا بالطاقة زفير. استرخاء، مع الاسترخاء بيتوسع الفكر، بيتحول لموجي لطيفي مع موجة العقل الشامل، العقل الكوني. يتحول الفرد فينا ليصبح كونا بذاته. وعادت النفس لعالمها بعد أن عاشت تحت وطأة الوهم في وجود حسي بولادات كثيرة لتمضي في هذا المستوى الأرضي آلاف الآلاف من السنين لتستعيد توازن وقود الحياة فيها، فترتفع بقسط الميزان، ميزان القائم بالحق، لتعود لعالم العقل النوراني الذي يغذي من علي كل الوجود. الله نور السماوات والأرض. كطائر العنقاء يخرج من الرماد، النفس تولد مرة أخرى في عالم العقل. ينبت رشيم الحياة من بذرة الجسد فيطرح أرضا القشرة الصلبة ليغذي النمو نحو شجرة الكمال، شجرة كون كيان الأكوان. والحمامة الأزلية تغرد مرددة صدى الرجوع، والبلبل الشادي ينادي من عل بلطف الأحد. وتخرج الفراشة من شرنقة الجهل لتطير محلقة في سماوات وعي عالم العقل. تاركة وهم الظنون وأفكار تفاعل الحواس في العالم
المسطح لترتفع النفس بصدق الإحساس لعالم فيه أصغر من أصغر شيء، أكبر من أكبر شيء. نشعر بهذا الحبل من النور، بهذا العمود النوراني يمتد من أعلى السماء، يخترق قمة الرأس عبر العمود الفقري لشاكرا الجذر. كل مقامات الطاقة الآن فينا منفتحة نحو عالم العقل الشامل. العقل الشامل هو الروح الواحد في الجميع، هو ذبذبة الواحد في الأعداد التي تلي. هو الذي نلتف حوله فيربط كل المكونات، كل العوالم وكل الطبقات. هو الذي بواسطته نتصل بأعتاب القداسة الإلهية، وبدونه الخلق في عبثية الوجود، يتمتعون بطاقات مبعثرة من عناصر مختلفة للتراب أو الماء أو النار أو الهواء أو الأثير. وقد ضل قوم اعتقدوا أن الفكرة هو العقل، غير مدركين أن العقل هو أصل الوجود، والفكر هو خيالات انعكاس لمعان نور العقل الشامل من خلال الحواس بتفاعلها مع قشر الدماغ. فالفكر نبيل عندما نتسيد عليه لنرتفع عبره لهذا الوجود المتسع أبدا، وبنفس الوقت إن تسيد الفكر علينا فإننا نرى ما نرى من صراع البقاء في عالم التضاد. البلبل يغرد منعل، يهمس بداخلنا همسات الوجود الأوحد لله. من نفوسنا النقية نستلهم بشرى صمت الجمال، نردد صدى الرجوع، نشحن أنفسنا بكلية الطاقات لنصبح في عالم يحبهم ويحبونه، واحد أحد، فرد صمد، لا وجود لغيره، لم يلد ولم يولد. ولا يمكن مقارنته بأحد، فهو فوق الظنون والأفكار، فوق التقييم والأحكام. لا نصل إليه إلا إذا نمت بنا الطاقات بتوازن وإحكام.
شيق جديد. زفير، نبدأ نحس بوجودنا أكثر المادي، بوجود المحيط. شهيق، زفير، نستعيد وعينا الحسي أكثر وأكثر. شهيق مع ابتسامة تعلو الوجوه، ابتسامة فرح، وعي وجود الأحد فينا، وعي وجود العقل الشامل. شهيق، نبتسم بكل خلية من خلايانا، نحس بوجودنا المادي، نحن عم نبتسم لوجود الحقيقة اللي منلامسها بالتجربة هنا والآن. كمان شهيق من جديد، اللي بحب يقدر يفتح العيون ويعيش الفرح من خلال الحواس، فرح وسعادة الوعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.